بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة عن الجلوكوما. أحب أعرفكم بنفسي، أنا الدكتورة دين عزت، أستاذ الرمد طب عين شمس. جلوكوما دي مجموعة من الأمراض تتميز بـ Progressive Optic Neuropathy، وده يؤدي إلى Visual Field Changes، وطبعا بيبقى السبب الأساسي إن الـ Intraocular Pressure عالي وغير متناسب مع العين. المفروض ان الانترا اوكلر بريشر بتاعي بيبقى من 10 ل 21 مليمتر ميركوري. لو حصل ان هو عالي عن كده، ده بسميه اليفيتد في الانترا اوكلر بريشر وبسميه جلوكوما. لو وطي عن كده بسميه هايبوتوني. احيانا بيبقى في بعض الاحوال البريشر بيبقى وزين نورمال ليميت، ومع ذلك اعراض الجلوكوما بتكون موجوده. ده نتيجه ان العين دي مش مناسب ليها الضغط ده. اول حاجه احنا لازم نعرف الفسيولوجي، جزء بسيط كده، ان احنا البريشر جوه العين بيعتمد على الفوليوم بتاع الكونتنت بتاعها. بمعنى ان انا عندي الايكويوس هيومر، ده عباره عن سائل بيتفرز من السيلياري نون بيجمنتد ايبيثيليوم عن طريق الفلتريشن والالترا فلتريشن من البلاد فيسل، ويخرج في البوستيريور تشامبر ويعدي من خلال البيوبل، يروح على الانتيريور تشامبر، ومن الانتيريور تشامبر بيلاقي الانجل اللي موجوده في البريفري وبيحصل له درينج من خلالها. الدرينج 90% او 99% بيبقى عن طريق الانجل، لكن في واي تاني للدرينج بتاع الايكويس اللي هو اليوفيوس كليرال باس واي، اللي هو عن طريق اليوفيال واي السكليرال بلاد فيسل. الفانكشن بتاع الايكويس ان هو بيعمل نيوتريشن للافاسكولار ستراكشرز اللي موجوده عندي، اللي هي زي ايه؟ الافاسكولار ستراكشرز دي اللي هي زي الكورنيا وزي اللينس، ده غير ان هي بتتحكم في الانترا اوكلر بريشر بتاعت العين. الاناتومي بتاع الانجل بتاعت الانتيريور تشامبر هي بتبقى حوالي 20 ل 45 درجه، بتبقى 360 درجه داير ما يدور حوالين العين من بره اللي هي الليمبس. الانجل دي متكونه من الشوالبي لاين، ودي بتبقى عباره عن بريفرال سيك اند من الديزمت ميمبرين. تاني حاجه بيبقى فيه كولاجين فايبر شيت كده، بيبقى فيها خرام رفيعه جدا اللي هي ترابيكولار ميش ورك، بيعدي اللو موليكولار ويت ستراكشرز بس. تالت حاجه عندي اللي هو السكليرال سبير، اللي هي الموست انتيرور بارت من السكليرا، ودي بتبان على انها دانس وايت لاين بالجونيوسكوب. بعد كده بيبقى عندي جزء من السيلري بودي، وده بيبقى الدارك بارت من الانجل، واخيرا الروت اوف ذا ايرس. لو انا شفت كل الاستراكشرز دي، معنى كده ان الانجل اوبن، ان انا قادر اشوف كل الاستراكشرز بتاعها. لو في جزء منها استخبى، يبقى انا عندي بريفرال انتيرور سينيكيا، بمعنى ان الانتيرور سيرفيس بتاعت الايرس لزقت في البوستيرور سيرفيس بتاعت الكورنيا، او حصل ايريد وكورنيال تاتش في بعض الاجزاء، ففي اجزاء من الانجل مش باينه. والبريفرال انتيرور سينيكيا دي ممكن تكون بارشال وممكن تكون توتال. الانترا اوكلر بريشر مهم جدا في العين، لانه مينتيننج الريجولار شيب بتاعت الجلوب وريجليت ريجليت البرفيوجن بتاعت التيشو. عشان كده بعد شويه هروح قايله لكم ان انا عندي تو سيريز في الجلوكوما، ان الجلوكوما دي ممكن تحصل نتيجه ان البريشر بيعمل ميكانيكال بريشر على كل الاستراكشرز بتاعت الاي فبيعمل لها اتروفي، او ان هو بيعمل بريشر على البلاد فيسل اللي بتعمل بيرفيوجن للاستراكشرز دي، وبالتالي برضو بيعمل لها اتروفي. دي بنسميها فاسكولار فينومينا، والتانية اللي هي اسكيميك فينومينا، والتانية بنسميها ميكانيكال فينومينا. انا عندي كلاسيفيكيشن اوف جلوكوما ممكن اقسمها كذا تقسيمه، ممكن اقسمها حسب السن، ان انا ممكن اقول في عندي كونجينيتال جلوكوما، او ان هي تيجي في السن الكبير فاقول عليها أدر. ممكن اقسمها حسب الايتيولوجي، لو مفيش سبب وهي المرض الاولاني اللي العيان بريزنتد بيه دي تبقى برايمري. لو هي في مرض وترتب عليه حدوث سكندري، او ممكن اقسمها حسب الانجل زي ما اتفقنا من شويه، يا اما الانجل كلها متشافه ورغم كده الدرينج بتاع الايكويس قليل او السكريشن بتاعه زياده وحاصل جلوكوما، دي تبقى اوبن انجل جلوكوما. لو الانجل فيها ايريدو كورنيال تاتش والانجل مش باينه جزء منها او كلها، دي ساعتها انجل.
اول نوع واشهرهم اللي هو البرايمري اوبن انجل جلوكوما. اولا الاوبن انجل جلوكوما دي بتبقى حاجه من اتنين، البرايمري اوبن انجل جلوكوما دي اشهرهم، وفي 2% من الجنرال بوبيوليشن عندهم، بتيجي في السن الكبير دايما دايما الجلوكوما بتبقى باي لاترال بس اسيمتريكال، وبتيجي في الهاي مايوب اكتر حاجه. بيبقى فيه بريشر زي ما اتفقنا، انا عندي تو سيريز، يا اما ميكانيكال ان البريشر العالي ضغط لي على كل الاستراكشرز الموجوده فعمل لها اتروفي، يا اما عن طريق ان هو ضغط على البلاد فيسل اللي بتعمل سبلاي للاستراكشرز. برضو اتروفي. معظم الحالات دي بتبقى سيمتوماتيك، العيان ما بيجيش يشتكي من حاجه، ولكن مع هو متعود ان هو بيعمل انيوال روتين اكزامينشن، فبيكتشف بالصدفه ان هو جلوكوما. لازم اعرف افرق بين النورمال تنشن جلوكوما وبين الاوكيولار هايبر تنشن. انا طبعا لازم اخد بالي ان النورمال تنشن جلوكوما ده بيبقى شخص عنده الانترا اوكيولار بريشر وزين ذا نورمال رينج، ولكن عنده المشاكل بتاعه الجلوكوما اللي هو اوبتيك نيرف تشينجز و فيلد تشينجز. اما الاوكيولار هايبر تنشن انا عندي التنشن عالي عن الطبيعي اكتر من ال 21، ولكن مش عامل لي مشاكل في العين، لا مأثر لي على الاوبتيك نيرف ولا مأثر لي على الفيلد اوف فيجن. بس ده غالبا بيبقى نهايته ان هو بيخش في اوبن انجل جلوكوما. الباثوجينيسيس بتاعت الجلوكوما زي ما اتفقنا قبل كده، يا اما ميكانيكال يا اما اسكيميك، وده بيؤدي الى ريتنال نيرف فايبر لاير ديجنريشن، وبالتالي بيحصل جلوكوماتس اوبتيك كابينج وفيجوال اللي هم لازم اخد بالي من الانترا اوكلر بريشر واحتمال يبقى طبيعي، لازم اخد بالي من الاوبتيك ديسك لان غالبا هيبقى في عندي ديجنريشن في الاوبتيك ديسك، ولازم افحص الانجل عشان اتاكد انها اوبن انجل. ابص على الفيجوال فيلد عن طريق البيريمتري. الانترا اوكلر بريشر ده لازم يكون اعلى من 21 ملم ميركوري، ويكون اعمله اكتر من مره، يعني مش هعمله مره واحده وخلاص، لا ده لازم يكون متكرر على الاقل 3 مرات واخد الافريج بتاعهم. العيان ده بيبقى عنده ايه؟ انا المفروض ان انا اول ما اصحى من النوم اعلى درجه اعلى انترا اوكلر بريشر بيكون موجود وبيقل على مدار اليوم. لو حصل ان انا لقيت الفرق بين اعلى حاجه واوطى حاجه اكتر من 4 ل 8 ملم ميركوري، معنى كده ان العيان ده جلوكوماتس، المفروض ان هو ما بيتعداش ال 4. لو حصل اسيمتري بين العينتين، انا المفروض بقيس الانترا اوكلر بريشر في العين دي والعين دي، المفروض ما يكونش اكتر من 4 الفرق بينهم. الانترا اوكلر بريشر ليها كذا طريقه بقيس بيها. ممكن الديجيتال ميثود ان انا بروح حاطه صباعي على الجفن وهو مقفول، بدوس بصباعه وبستقبل بالتاني، لو حسيت سوفت يبقى ده هايبوتوني، لو حسيته فيرم يبقى ده النورمال، لو حسيته هارد زي احساسي بالعظم كده زي لو حطيته على اورتي يبقى كده ده انكريس في الانترا اوكلر بريشر جلوكوماتس. طريقه الاندنتيشن دي بستخدمها في الاطفال، وده بيبقى غالبا اندر جنرال انستيزيا بالشياطس، الشياطس دي تقالات بتتحط فيه، والجهاز ده بيتحط على الكورنيا، المفروض الكورنيا بتبقى ريزيستنت اناف ان هي ما يحصلهاش اندنتيشن. كل اندنتيشن هي هتعمله هيتسجل لي عن طريق المؤشر اللي موجود ده، باخد الرقم اللي موجود وببص على الجدول الستاندرد بيبقى موجود مع الجهاز، وباخد الرقم ده بشوف قدامه التنشن يبقى قد ايه وكده. انترا اوكلر بريشر. الطريقه اللي بعد كده اللي هي الابلانيشن تروماتري، ده جهاز بيبقى متركب على سليت لام، بعد العيان بحط له توبيكال انستيزيا وبحط له فلوريسين، وبعدين بحط الجهاز ده بيبقى جاست تاتشنج الكورنيا، مفروض ان هو فكرته ان هو بيعمل فلاتنج للكورنيا، هو عباره عن دبل بريز فبيظهر في 2 سيمي سيركلز. مفروض الطبيعي في لو انا التنشن بتاعي قد التنشن بتاعي رقمه قد ايه، ان هو لما يوصل لاتنين سيمي سيركل يبقوا ايه؟ يبقوا متلامسين مع بعض كده زي الصوره اللي على ايدك اليمين.
لو حصل ان هما مش لامسين بعض او بالمنظر اللي هو بتاع الصورتين التانيين، بيبقى في نب على الجهاز كده، بفضل احرك فيه احرك فيه لغايه ما يتلامسوا بالشكل ده. اول ما جيتنج تاتش توجذر ساعتها ده الضغط بتاع العيان، ببص على النب ببص على الرقم، ساعتها بقدر اي درجه الانترا اوكلر بريشر بتاع العيان. لو انا مش عايزه حاجه تلمس من تلمس عين العيان علشان ما ينقلش انفكشن، ساعتها بستخدم الاير بافتونومتري اللي هو جيت اوف اير، بيروح يخبط كونيا بتاعه العيان ويرجع يأيد لك على طول. تاني حاجه بفحصها الاوبتيك نيرف هيد. المفروض بتاعي ان الاوبتيك نيرف ده مليان نيرف فايبر، فبيبقى لونه بينكش ان كلر، بيبقى في حته في السنترال اريا بيبقى لونها ابيض اللي هي مكان دخول السنترال ريتنال ارتري اند فين، ودي بسميها الكاب. المفروض ان هي بتبقى 0 ل 0.3 تقريبا بالنسبه لحجم الديسك. قلت عن كده بسميها كاب، لو قلت عن كده بسميه بتبقى الطبيعي. دلوقتي انا عندي مفروض ان انا بفحص اللاينتين مع بعض وبشوف لو في اسيمتري في الكاب ديسك ريشيو. الحاجه الثانيه ان انا لو الكاب ديسك ريشيو حصل بيحصل في الفيرتيكال اكسس، وبيبقى معاه اسوشيتد حاجات زي سوبرفيشال ديسك هامورج مثلا، وبيحصل شيفت للفاسل ناحيه النيزل سايد. الثلاثه ساينز دول لما بلاقيهم بعرف ان ده جلوكومتس اوبتيك كاب. احيانا بقى الاخرام بتاعه اللامينا كريبروزا بتظهر قدامي لان النيرف فايبر اللي كانت داخله فيها حصل لها ديجنريشن، وبالتالي بيبقى فيه لاميلر دوت ساين، بس دي ان انا اشوفها. ده شكل الاوبتيك ديسك كابينج اللي هو بي، باين قوي ان في اسيمتري بين العينتين، وباين قوي النيزل شيفتنج، وباين البالور اللي موجود في الكاب. نفس الكلام حصل نيزل شيفتنج للبلاد فيسلز، والاوبتيك كاب موجود في الفيرتيكال. النيرف فايبر اللاير بتاعه الريتنا اكتر حاجه بتتاثر هي الموست سسبتبل، طبعا اكتر حاجه بتتاثر اللي هي الاركود فايبر بتاعه التمبرال ريتنا، لان دول بيبقوا اولا عددهم كبير جدا وداخلين من منطقه صغيره جدا عند الاوبتيك نيرف هيد، وبالتالي اي ضغط زياده عليهم هم اصلا زحمه، دول اكتر حاجه بتتاثر. اقل حاجه بتتاثر ماكيلار فايبرز. الفيجوال فيلد اللي قدامي طبعا بيبقى فيه ايه؟ اول حاجه كاركترستيك في الجلوكوما ان بيحصل لي بريفرال كونتراكشن للبريفرال فيلد، بيحصل بارا سنترال سكوتوما. يعني ايه سكوتوما؟ يعني منطقه سودة في الفيلد بتاعي انا مش قادره اشوفها ولا قادره احددها ولا قادره اعرف فيها ايه، دي بسميها سكوتوما اللي هي النيجاتيف فيجن، انا مش شايفه فيها حاجه. وبعدين اول حاجه بتظهر في حاله الجلوكوما بتبقى بارا سنترال زي اللي هي طبعا انا اكتر حاجه بفحصها اللي هي الجيرام اريا اللي هي 10 ل 20 درجه حوالين الفيكسيشن. لها كورليشن مع الاوبتيك نيرف هات اللي انا شفتها. اول حاجه موجوده عندي بارا سنترال سكوتوما اللي هي اول صوره فوق على ايدك اليمين، دي بارا سنترال سكوتوما. بعد كده تعمل كواليس مع البلايند سبوت لاول صوره تحت على ايدك الشمال، وبعد كده تمشي مع الاركويت تمبرال فايبرز تعملها كلها ديجنريشن، ده المكان الزحمه، لتاني صوره فوق على ايدك اليمين، ويفضل يحصل كونتراكشن في الفيلد كونتراكشن في الفيلد لحد ما توصلني للتيوب. بعد كده بعمل جونيوسكوبي. انا طبعا الانجل ما اقدرش في الوضع الطبيعي ما اقدرش اشوفه، امال بعمل ايه؟ الوضع الطبيعي بتاعي ان انا الانجل بتاعتي دي اشوفها، يبقى لازم استخدم جونيوسكوب لانها بتحصل توتال انترنال ريفلكشن. عشان اتفادى التوتال انترنال ريفلكشن عشان مكانها الزنقه ده، بحط الايه الجونيوسكوب الجونيوسكوب مفروض ان هي بتوريني الاستراكشر بتاعت الانجل.
ما اتفقنا عليه قبل كده. مفروض ان انا بشوف الشوالبي لاين اللي هو الموست اللي هو الاندنج بتاع الديزمس ممبرين، بعد كده بشوف الترابيكولار ميشور، بعد كده بشوف السكليرال سبير اللي هو الوايتش لاين موجود، بعد كده بشوف السيلاري بودي، واخيرا بشوف ال ده المنظر بتاع النورمال انتيريور تشامبر ده لو كانت مفتوحه كلها. يبقى انا الكاركترستيك بتاعت البرايمري اوبن انجل جلوكوما ان انا الانجل هتبقى اوبن وبيبقى عندي هاي انترا اوكلر بريشر، واحيانا بيكون نورمال لو كانت نورمال تنشن جلوكوما. الفيجوال فيلد بيبقى فيه اوبنر ابنورماليتي، بيبقى فيه كابينج الاوبتيك ديسك. العلاج بتاعي ميديكال او ليزر او سيرجيكال. الميديكال تريتمنت بتاعي لازم يكون بدي دواء ممكن اديه ويبقى موست سيف بالنسبه للعيان، وبعمل بقى ايه زي ايه ترايل اند ايرور، ان العيان بيمشي بالجرعه قليله جدا من اخف دواء موجود وبتابعه، لازم يبقى فيه ريجولار فولو اب، والله يتحسن تمام، ما تحسنش ببتدي ازود جرعه الدواء او بحط له اوجمنتيشن بدواء تاني او بعمل شفت الدواء اقوى، وهكذا لغايه ما بيستقر وضع العيان والاقيه خلاص الاوبتيك ديسك بطل يحصل فيه بروجريسيف تشينجز، الفيلد اوف فيجن بقى ستيبل، خلاص يبقى هو ده الايه المينتنس تريتمنت اللي الميديكال تريتمنت بيبقى الايم بتاعه اولا بدي توبيكال حاجه من ثلاثه، يا اما بقلل الايكويس برودكشن وده بستخدم بيتا بلوكر، يا اما بزود الترابيكولار اوت فلو باراسيمباثومايماتيك، يا اما بقلل اليوفيوس كليرال اوت فلو زي البروستاجلاندين انالوج، بس دول بيبقوا اكسبنسيف. وبدي سيستميك تريتمنت كاربونيك انهيدريز انهيبيتور. لو بقى في انكومبلاينس من العيان، ما بياخدش العلاج باستمرار، ما بيجيليش في الفولو اب، في اي مشكله حاصله في العلاج، كومبليكيشنز من العلاج نفسها، بضطر اعمل ليزر تريتمنت. انا بعمل ليزر ترابيكولوبلاستي، بعمل فتحه في الترابيكولار ميش ورك بالليزر، او ان انا لو كانت في الاند ستيج خلاص العين ضايعه اصلا وما فيش بيرسبشن اوف لايت واثرت جامد على الاوبتيك نيرف بقى كله كابينج، ساعتها بعمل ديستراكشن للسيلري بودي، يا اما بالليزر اللي هو سايكلو فوتوكواجيليشن يا اما بالسيرجري عن طريق الكرايو والايه والدايسيرمي، ان انا ببرد جامد لحد ما اعمل ديجنريشن للسيلري بودي، او ان انا بحط كهرباء واحرقها. الليزر ترابيكولوبلاستي ان انا زي ما اتفقنا بنعمل فتحه بالليزر في المشورك لو دول بقى ما كانوش مناسبين للعيان بعمل سيرجيكال تريتمنت. طب هم الفلترنج اوبريشن، باخد حته من السكريرال سبير الموجوده في الانجل بقطعها، بعمل بلوك منها بشيلها، وبخلي الايكويس يخرج تحت يخرج من الفتحه دي بدل ما يخرج من الترابيكولار ميشورك، ويروح خارج لي من الفتحه دي ويخش لي تحت الكونجنكتيفا، ببقى انا عامله كونجنكتيفا ساك عند الابر ليمبس، وتحصل لها درينج عن طريق الايبس كليرال والكونجنكتيفال بلاد فيسل. طول الوقت انا بطمن على الحته بتاعت الكونجنكتيفال ساك اللي انا عاملاها فوق اللي انا بسميها السكليرال بلاب دي، طول الوقت بطمن عليها ان هي على طول ظاهره. وطبعا في اواخر في اواخر العمليه لازم بدي انتي ميتابولايت عشان اضمن ان مش هيحصل فايبروزس، وان المكان اللي انا فتحته ده شكل السكريرال بلاب اللي احنا بنتفق عليها، اللي هي مكان زي كيس ميه كده معبي، طول ما هو موجود جواه الايكويس، طول ما انا مطمنه ان حاصل درينج كويس، طول ما انا مطمنه ان ممكن احكم اوكلر بريشر. لو فشلت العمليه دي واحنا خلاص في اواخر الحاله وداخلين على ابسوليوت جلوكوما والوضع سيء، بدي ترانس اوبريشن، حاجه اسمها شانت اوبريشن، ان انا بجيب انبوبه وبدخلها جوه الانتيريور تشامبر عشان تاخد
الايكويس، وبلزق الانبوبه دي من بره على العين لحد الايكويتور بحيث ان يعمل درينج بشكل تاني عن طريق الانبوبه دي، وبتفادى خالص الطريق الطبيعي بتاع درينج بتاع الايكويس. بس طبعا دي تشانس اوبريشن ومش دايما بتجيب تاثير، وبستخدمها في الحالات المتاخره. بقى لو الوضع ان انا خلاص في الابسوليوت ستيج والعين كده كده ضايعه، ساعتها انا بعمل سايكلو ديستركتيف، ان انا بعمل ديستركشن للسيل تاني نوع من الجلوكوما مهم، البرايمري انجل كلوجر جلوكوما. ده بيحصل في السيدات وبيبقى حوالين سن الاربعين خمسين سنة، بيبقوا غالبا نيرفوس، بيبقوا غالبا عينيهم صغيرة اصلا عشان المكان بتاع الانتير تشيمبر اصلا دابس بيبقى صغير جدا فيري شالو، بيبقى عندها نارو انجل فهي مش مستحملة اصلا. مجرد ما بيحصل بيوبيلاري دايلاتيشن، البيوبيل لما بيعمل دايلاتيشن الايرس بيروح ناحية الكورنيا، وبالتالي اصلا انا عندي الانجل زحمة فبقت زحمة زيادة، فحاصل ايه؟ فراح حاصل لي عندي ايريدو كورنيال تاتش وقفل لي طبعا هنا التنشن بيعلى جدا جدا وبيعدي. بس بيبقى فيه بريسيبيتيتنج فاكتور، ان هي لازم حصل لها حاجه عملت ميدريزس، يا اما اخذت مدرياتك، يا اما دخلت اوضه ضلمه، يا اما اتنرفزت شويه فالسمباثيك اشتغل. المهم ان انا عندي الايكويس اتحوش ورا عند الايرس، ومن كتر تحويشه راح مخلي الايرس عامل بومبي على فوق فزود لي كورنيال تاتش. ده المنظر بتاع ان انا بلاقي فيري شالو انتيريور تشامبر بالمنظر ده، وعند الانجل كل ما اروح ناحيه بلاقيها نارو زياده. الحكايه دي بتعدي لي في ثلاثة ستيج. الستيج الاولاني اللي هو الانترميتنت فيز، برودرومال اتاك، ده بيبقى السيمتومز بتروح وبتيجي، اول ما تتعرض للبريسيبيتيتنج فاكتور فجاه كده يحصل سادن كلوجر اوف ذا انجل بس انكمبليت، بيحصل لها وجع شديد، صداع جامد جدا، فرونتو تمبورال هيدك، الكورنيا بتبقى ايديماتس، فالايديما او الووتر اللي موجود في الكورنيا بيشتغل كابريز، فاللايت راي لما بيعدي منه بيتحلل لالوان الطيف فتقول لك ان هي شايفه هيلوس اراوند لايت، وبيبقى فيه سيلري انجكشن جامد قوي. مجرد ما خرجت من البريسيبيتيتنج فاكتور هديت، خرجت من المكان الدارك، تاثير المدرياتك راح، ايه الاتاك دي تروح خالص، ولما انا افحصها ما الاقيش فيها اي حاجه خالص مش طبيعيه لو انا ما شفتهاش اثناء الاتاك. لو شفتها اثناء الاتاك هلاقي الانترا اوكلر بريشر اعلى من ال 45، هلاقي سيركم كورنيال سيلري انجكشن، هلاقي ايدو كورنيال تاتش. لو شفتها ان بتوين الاتاك هخمن، يا اما انا هشخص ان هي ميجرين، دي حاله ميجرين وخلاص، يا اما هقول لا دي ممكن تبقى برودرومال ستيج اوف انجل كلوجر جلوكوما. ليه؟ لانها عندها الاعراض، عندها هيلوز اراوند لايت، عندها شالو انتيريور تشامبر، الانجل نارو، هي اصلا هايبر متروب، هي في السيده في سن ال 40 50 وشكلها نيرفس، اقدر اقول تقريبا البريسيبيتيتنج فاكتور دي اقدر اقول ان هي بعد كده بنقول الساينس بتاعت العيان زي ما اتفقنا during the attack هلاقي انترا اوكلر بريشر عالي جدا وكونيا الإديمة، وبس انا غالبا بشوفه in between الاتاك، بس بعمل suspection لو لقيتها هايبر متروب، شالو انتيريور تشامبر، ايريس بوم نارو انجل. المانجمنت بتاعتي لو ما تعالجتش هتقلب بالاكيوت ستيج، فانا during the attack بدي مايوتيك وبدي بايلوكاربين 2% عشان ابعد الايريس روت عن الكورنيا، وبدي الاخف منه التركيز الاخف منه اللي هو 1% للعين الثانيه، لان انا عارفه ان هي بايلاترال اسيمتريكال. وبعد الاتاك ما بتخلص بروح عامله بايلاترال بريفرال ايريدكتومي او ليزر ايريدوتومي عشان اتفادى حدوث ال
ستيج دي مرة تانية. لو قلبت بقى بقت أكيوت فيز، هيبقى التنشن عندها أعلى من الخمسين، بقى وضع مستمر على طول. توتال انجل كلوجر دي تعتبر بالنسبه لي ايمرجنسي سيفير بيري اوكيولار بين وهادك، لدرجه ان يحصل لها سيستميك مانيفيستاشن نوزيا اند فوميتنج، بيبقى عندها رابيد سيفير انترمنت نتيجه الكورنيا الاديما. الفيجوال اكيوتي بيوصل لهاند موفمنت او كاونتنج فينجر مع ماركت كورنيا الاديما مع سيركم كورنيا سيلري انجكشن مع شالو انتيريور تشامبر، ممكن اشوف الايريدو كورنيا تاتش. البيوبي بيبقى سلاجج رياكشن irreactive semi dilated and irreactive to light والتنشن بيبقى ستوني هارد. لو انا قدرت ابص على الفندس هلاقي بالسيشن وللسنترال ريت يو فينس كونجشن. ده المنظر بتاع الكورنيا من كتر الاديما اللي موجود، اللي هي فوق على ايدك اليمين العين اليمين، ايدك الشمال يمين. ده لازم اعمل له هوسبيتاليزيشن، بديها اقصى انواع التريتمنت. انا هناك في البرايمري اوبن انجل قلت اديها اخف حاجه، لا هنا هديها اقصى حاجه، هديها هايبر اسموتيك اللي هو المانيتول هعلقه لها، وهديها سيستميك كاربونيك انهايدريز، وهديها توبيكال انميوتكس، وهديها توبيكال بيتا بلوكر عشان اقلل السكريشن ايكويس. هعمل كل حاجه ممكن تتعمل. وبعدين بعد ما يروق التنشن بتاع العيان لازم التنشن يوطى الاول، انا ما اقدرش امد ايدي على اي عيان غير لما التنشن يوطى، ساعتها برحام لبريفرال ايريدكتمي او ليزر ايريدوتومي. ايريدكتمي عملتها سيرجيكالي، ايريدوتومي يعني عملتها ولو انا البريفرال انتيريور ساينيكيا مش واخد اكتر من 50% من الانجل ممكن اعمل اوبريشن اللي هي فلترنج اوبريشن، وبعمل برضو بريفرال في العين التانية. لو قلبت وبقت كرونيك بقى نتيجة ان العيان ده ما كانش متابع كويس، ما اخدش الادوية المظبوطة، بيقلب زي البرايمري اوبن انجل بالظبط، بس ايه الانترا اوكلر بريشر اعلى شوية، بيبقى فيه بقى الساينز بتاعت الاسكيميا الجامدة نتيجة التنشن العالي ده، بيبقى عندي باتشز اوف ايريس اتروفي، الرياكتيف دايليتد بيوبل، بيبقى عندي بروجريسيف تشينج في الديسك كابينج والفيلد تشينجز. العلاج ان انا بدخله فلترنج سيرجري على طول، وبعمل ايريدكتومي للعين الثانيه. ده شكل التوتال كابي التوتال اوبتيك اتروفي بالور موجود في الاوبتيك نيرف. ده شكل وفي الاخر بينتهي بها الحال لابسوليوت جلوكوما. ده الاند ستيج بتاع نيجلكتد جلوكوما، توتال اوبتيك اتروفي ويز كومبليت ايريفرسبل لوس اوف فيجن، والانترا اوكلر بريشر بيفضل عالي رغم ان العين خلاص ضمرت. انا بضطر اديها من كتر الوجع اللي موجود، وخلاص هي عندها انسنسيتيف كورنيا، ديجنريتيف بانس، areas of iris atrophy، complicated cataract lens مش لاقيه النيوتريشن بتاعها، من كتر التنشن العالي دخلت في استافيلوما، وممكن تخش في بالباي نتيجه البينفول. لو هي جايه بتشتكي من بلايند بينفول اي، بعمل ديستراكشن للسيلري بودي يا اما عن طريق السايكلو ديستركتيف بروسيجرز، يا اما بالليزر او بالكرايو او الدياسيرمي، يا اما عن طريق ان انا احقن الكول ريترو بالبر، فده بيعمل بلوكينج للسيلري جانجليا. لو هي بقى بتشتكي من اتروفيا بالباي واستافيلوما وهي اصلا بلايند اي، يعني حاجه كوزمتيك ديسفيجرمنت، بعمل ايفيسريشن ونكيليشن، وبعمل ارتفيشال امبلانتيشن لارتفيشال Thank you.